السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول إعدادي. رجعنا لكم النهاردة علشان نكمل معاكم يونت 1، الوحدة الأولى. كنا شرحنا الدرس الأول والتاني، النهاردة مع الدرس التالت والرابع هيكون في قاعدة، ودرسين، درس استماع ودرس قراءة. My family and me، يعني أنا وعائلتي. كل الفيديوهات هتلاقوها موجودة في قائمة التشغيل علشان اللي بيسألني على الفيديوهات. هنبتدي في الأول بشرح قاعدة جميلة جدا وسهلة، اللي هو the present simple، اللي هو زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط أول حاجة هنتكلم عنها سنة أولى النهاردة، الفورم اللي هو التكوين، بيتكون من ايه زمن المضارع البسيط؟ بيقول لي أي اسم مفرد أو هي أو شي أو إت، اللي هي ضمائر المفرد كلها، هي يعني هو، شي يعني هي، إت يعني هو وهي لغير العاقل، بنعمل ايه؟ بنيجي عند الفعل اللي هيجي وراهم، ولازم نضيف له حاجة من التلات حاجات اللي هنكتبهم دلوقتي، يا اما اس، يعني هنضيف للفعل حرف الاس سواء مثلا بلي او جو، يا اي اس او اي اي اس. امتى اس؟ امتى اي اس؟ امتى اي اي اس؟ نبدأ بالاي اي اس، نضيفها امتى؟ اذا انتهى الفعل بايه بقى؟ بحرف واي. عارفين حرف الواي؟ يسبقه حرف ساكن، يعني قدام الواي ده حرف ساكن. طيب الحروف الساكنة وحروف متحركة، المتحركين اللي هما ال A وال E وال I وال O وال U. نحذف ال Y، أول حاجة نعملها نحذف ال Y ونضع I E S، لازم يكون في حرف ساكن قبل ال Y. زي يذاكر، يذاكر يعني study، لما نيجي نحوله في المضارع هيبقى studies مع المفرد. cry يبكي cries. تعال نشوف كده، study study الواي قبل دي والدي ساكن بقى studies، cry اخر واي والواي الار ساكن. ندخل بقى على ال es، امتى نضيف es؟ اذا انتهى الفعل بالحاجات اللي هنقولها دي، ch نخلص ب ch، sh، ss، x، o، نضيف على طول es. زي يذهب، يذهب يعني go، هيبقى goes، مفيش حذف هنا. watch يعني يشاهد، هيبقى watches، ليه ضفنا له عشان اخره ch، وليه ضفنا الجو علشان اخره o. اخر حاجه الاسم مع باقي الافعال، لما ينفعش مع القاعده الاولى ولا الثانيه نضيف له s بس، يجري run، هيبقى runs علشان مش اخره y. walk يمشي، هيبقى walks. تمام كده، يبقى القاعده s و s و s، عرفنا امتى نضيف الثلاث حاجات دول. نكتب كده مثال، علي ينام يعني sleep، أو sleep ولا sleeps؟ sleeps هنحط s عشان علي مفرد. early، علي ينام مبكرا. يلا نتعلم كيف نعمل نفي للجملة دي. لما أحب أنفي جملة بادئة بمفرد في المضارع، قال لي ننزل الفاعل وبعد كده هنجيب من عندنا كلمة doesn't اللي هي does not، وبعد كده نعمل ايه؟ لازم يجي وراها الفعل في المصدر يا سنة أولى، يعني بدون أي إضافة. يلا ننفي جملتنا، هتبقى علي doesn't ها sleeps ولا sleep؟ sleep بس early، علشان doesn't تيجي بعدها المصدر. يلا نتعلم الكويشن اللي هو السؤال، قال لي هنبدأ بكلمة هنجيبها من عندنا كلمة does، معناها وهيجي بعد does مين؟ الفاعل. تمام، وبعد الفاعل هنرجع برضو يا سنة أولى الفعل للمصدر، ده كله مع المفرد. يلا نفس الجملة اللي معانا اللي هي علي sleeps early، يلا كده نعملها مع بعض، هنبدأ بمين؟ بدز، علي sleep early، هل علي ينام مبكرا؟ ممكن اقول yes he does، وممكن اقول no he doesn't. جت منين yes he does؟ عملنا عملية المقص، عكسنا does علي، نعكسها تبقى ايه؟ علي does او he does. طب لو no، no he doesn't. كل ده سنة أولى مع المفرد. يلا ندخل بقى على الجمع، ايه ضمائر الجمع؟ ال I وال we وال you وال they، انا ونحن وانت وهم. طيب هنا هنعمل ايه للفعل بقى؟ هناك في المفرد كنا بنضيف حرف اس او اي اس او اي اس، هنا سهل خالص، قال لي هنسيب الفعل في المصدر بدون اي اضافة. يبقى المضارع البسيط مع المفرد بنضيف، مع الجمع مش بنضيف. يلا ندي مثال كده نشتغل عليه النفي والسؤال، they play football، هم يلعبوا كرة القدم. يلا كده نعمل نفي، هناك كنا بننفي بمين؟ ب doesn't، هنا هننزل الفاعل وهنجيب مين بقى يا سنة أولى؟ هنجيب do not أو don't.
هنا هننفي بدونت وبرضو هنرجع الفعل للمصدر، يعني الفعل بدون اي اضافة. يلا ننفي جملتنا، هتبقى they don't او do not، وهنزل المصدر وهو كده play football، يعني هم لا يلعبوا كرة القدم. طيب الquestion، السؤال، هنجيب كلمة من عندنا نبدأ بيها، do معناها برضو هل، هناك مع المفرد كنا بنجيب does، وبعد do هيكون عندنا الفاعل، وبعد الفعل هيكون عندنا مين؟ المصدر اللي هو الفعل بدون اي اضافة، وما ننساش في الاخر question mark علامة الاستفهام. يلا نفس جملتنا دي play football، هنقول do they play football، هل هم يلعبوا كرة القدم؟ يلا نجاوب بيس، هنقول يس ايه ونعكس yes they do. طب لو no، no they don't، يعني لا هم لم يلعبوا. نفس النظام عملنا عملية الماس. طيب نخش على الاستخدام السيج بتاعه، استخدام المضارع البسيط في استخدامين. الاستخدام الاول يعبر عن الحقائق الفاكت، زي الجملة دي the sun rises in the morning، الشمس تشرق في الصباح، دي اسمها جملة facts يعني حقيقة علمية. الاستخدام الثاني الهابتس العادات، we usually نحن عادة play tennis on Friday، بنلعب تنس يوم الجمعة، معنى كده ان دي habit يعني عادة، بس طبعا احنا معلناش الاستخدام. هندخل بقى على الدرس الثالث في كتاب المدرسة اللي هو listening، وlistening يا سنة أولى يعني استماع. الدرس ده في المدرسة هيبقى استماع، هقدمه لحضراتكم كده نشرحه بالتفصيل وبالراحة. listen to Sammy and Aya، عندنا النهاردة شخصيتين سامي وعندنا الشخصية التانية مين؟ آية. عندنا زي ما شوفوا الصورة الأولى، طبعا ده سامي بيلعب مع باباه، والشخصية التانية آية بتتكلم في التليفون. طيب which، السؤال ده في الكتاب، three countries do you hear in the conversation، ركزوا معايا وانا بشرح لكم الدرس، في ثلاث بلاد هيتذكروا في المحادثة، مين البلاد دول؟ Egypt، France اللي هي فرنسا، مروكو المغرب، عمان اللي هي دولة عمان، ساوث افريكا اللي هي جنوب افريقيا. يا ترى مين في الثلاثة دول هتسمعوهم؟ ركزوا معايا شوية وهنشوف بعد ما نسمع الليسن او نشرح الليسن مع بعض، عايزين نختار ثلاثة من الدول دول. نبدأ بمين؟ بسامي. تعال نشوف ايه حكاية سامي معانا في الليسن. سامي بيقول my family lives in Cairo، انا عيلتي عايشة في القاهرة، but my dad works in Paris France، بابا شغال في باريس اللي هي في فرنسا. He goes to the airport on Sundays، بيروح المطار يوم الحد، and he catches a plane to Paris، علشان يلحق الطيارة اللي مسافرة باريس. It takes 5 hours to fly there، بياخد في الطريق 5 ساعات، and then he catches a plane home، وبيرجع تاني to Egypt on Thursday evening، يوم الخميس بالليل، بيسافر الحد وبيرجع لهم الخميس. He works hard، بيشتغل بجد. On Saturdays، يوم السبت، we play football، زي ما في الصورة بقى، بياخدني يوم السبت ونلعب كرة in the park، في الحديقة، and we play chess، وبنلعب كمان مع بعض شطرنج. ده بالنسبة لسامي اللي بيتكلم عن بابا. I love my dad، أنا بحب بابا، and I am happy when he is at home، وأنا ببقى سعيد جدا لما هو بيرجع الهوم، بيكون معانا في المنزل. دي حكاية سامي. نشوف بقى آية. آية بتقول معانا في أول فقرة أو في أول جملة my grandmother and grandfather، جد وجدتي live in South Africa، عايشين في جنوب أفريقيا، دولة جنوب أفريقيا. They live next to the beach in Cape Town، عايشين على الشاطئ في مدينة اسمها Cape Town، والمدينة دي في جنوب أفريقيا. They have a beautiful house، عندهم بيت جميل جدا. We go and visit them، أما نروح ونزورهم. But it's a long way، لكن مسافة بعيدة. It takes 12 hours to fly there، بناخد 12 ساعة علشان نصل إلى هناك. I talk to them on the phone، بتكلم معهم في التليفون. But they don't have a computer، ما عندهمش كمبيوتر. So we can't make a video call، عشان كده مش بعرف أكلمهم مكالمة فيديو، بنتكلم بس فين؟ في التليفون. I'd like to see them every day، أنا بيبقى نفسي أشوفهم كل يوم. But I can't،
لكن للأسف أنا مش بقدر علشان بعد المسافة. هم عايشين في دولة ساوث أفريكا اللي هي دولة مين؟ جنوب أفريقيا. نرجع للسؤال الأول، إيه التلات دول اللي انتوا سمعتوهم؟ إيجيبت فرانس وموروكو ومان وساوث أفريكا. يا ترى سمعنا مين أو انتوا سمعتوا مين؟ أيوة سمع حد بيقول إيجيبت. آه طبعا مصر اتذكرت، وفرانس باريس اللي هو أبو سامي، وفي دولة تانية طبعا هي ساوث أفريكا اللي هي جنوب أفريقيا. دول التلات دول اللي سمعناهم. في سؤال تاني، listen again، ركزوا عشان هنا هسيب لكم هوم ورك تعملوه في الكومنتس and answer the questions. يلا اللي فهم الاستماع عايزين نجاوب مجموعة الأسئلة دي. Where does Sam's dad work؟ أبو سامي شغال فين؟ When does Sammy play with his dad؟ سامي بيلعب مع بابا يوم إيه؟ Where do Aya's grandmother and grandfather live؟ أبو آية وجد آية وجدتها عايشين فين؟ How long does it take to fly there؟ المسافة من آية لحد جدها وجدتها في جنوب أفريقيا بتاخد قد إيه؟ أنا هجاوب معاكم أول سؤال. Where does Sam's dad work؟ He works in Paris, France. شغال في باريس وفرنسا. منتظر إجاباتكم في الكومنتس. يلا كده الدرس الرابع، وده قصة جميلة جدا جوه الدرس، قصة قراءة سهلة جدا عن بنت أورفان، بنت يتيمة اسمها هايدي. قصتنا اسمها هايدي. الصور دي هنعرف بعد كده في سؤال عايزين نرتبهم حسب أحداث القصة. هايدي باي جوهانا سايبري، مؤلفة قصتنا اسمها جوهانا سايبري من سويسلاند، من دولة اسمها سويسرا. القصة بتاعتنا بتقول هايدي is the story of an orphan girl. هايدي دي بنت أورفان يتيمة، يعني عندها أب ولا عندها أم. مالها هايدي اللي موجودة في كل الصور؟ she goes to live، راحت علشان تعيش with her grandfather، موجود في الصور عندنا، راحت علشان تعيش مع جدها بعد ما بقت يتيمة ملهاش حد. فين؟ in Switzerland. سويسرلاند اللي هي دولة سويسرا، جدها عايش هناك. her grandfather جدها شغال ايه؟ is an، جدها يعتبر old man، هو رجل عجوز، رجل عجوز راحت تعيش معاه. he lives، عايش فين؟ in a small house، في منزل صغير. جدها عايش في بيت صغير. in the mountains، وسط الجبال. mountains يعني جبال. and he has lots of goats، وعنده ماعز او ماعز كتير جدا زي ما في الصورة. يبقى جد هايدي عنده ماعز كتير. هايدي sleeps in a bed، بتنام في سرير. in the attic، واتيك يعني غرفة في السطوح of the house. عندكم واضحة في الصورة، هايدي بتنام في غرفة أتك يعني غرفة في أعلى المنزل. she drinks بتحب جدا أنها تشرب goat's milk، لبن ماعز أو معيز يعني. and eats bread and cheese، وبتحب تاكل كمان خبز وجبنة، وعايشة سعيدة مع جدها. every day كل يوم she walks بتحب تتمشى in the mountains، بتحب هايدي انها كل يوم عند جدها تتمشى في الجبال، وسط الجبال كده تتمشى يوميا. مع مين؟ with the goats مع الماعز. her grandfather ومع جدها. and her ومع مين تاني بقى؟ خلي بالكم معايا اللي هو في الصورة التانية والتالتة. friend her friend بيتا مع بيتر، صديقها بيتر بتحب برضو تتمشى معاه. she sees birds and flowers، وبتحب تشاهد الطيور والأزهار. flowers اللي هو الورد. she is very happy، وهي كده عايشة حياة سعيدة جدا مع التلات حاجات دول، الماعز وجدها وصديقها بيتر. but one day زي ما احنا عارفين في يوم من الايام القصة هتنقلب بقى خالص. هايدي's aunt arrives، عمة هايدي وصلت عشان تاخدها. and takes her to the city، هتلاقي انت لازم تيجي تعيشي معايا في السيتي، في المدينة. طيب هايدي هتحب كده؟ متهيألي لا. هايدي doesn't like، doesn't like يعني لا تحب. هايدي doesn't like the city، مش حابة المدينة. and she is very sad، وبقت sad. sad يعني ايه؟ عكس happy، كانت حزينة جدا. to be away، علشان خلاص هتبعد عن مين؟ from her grandfather، عن جدها وبيتا and the goats، هتبعد عن جدها
وعن بيتر اللي هو الفريند وعن الجوتس الماعز. هايدي had lots of adventures in the city. وبنقول في نهاية القصة آخر جملة إن هايدي هتمر بمغامرات كتير في المدينة. يلا نرتب الصور على إيدنا الشمال. طبعا أول صورة اللي هي من تحت بتنام في الأتيك، التانية الأولى بتشاهد الطيور، والصورة التالتة الأنت عمتها أخدتها. Read the story again. يلا نقرأ القصة تاني. Find these words in the text. هنقرأ الجملة وعايزين ندور على معناها في القصة. Animals that are like sheep. حيوانات تشبه الخرفان. في كلمة جت كده، حيوانات تشبه الخرفان. أيوة، اللي هي مين؟ ها؟ مين اللي تذكر معانا؟ Goats. Goats اللي هي الماعز. الجملة التانية. A child. طفل. With no mother or father. لا ليه أب ولا أم. ده بنسميه إيه؟ الطفل اللي ملهوش لا أب ولا أم. زي هايدي بالظبط، بنسميه orphan. وorphan يعني يتيم. orphan يعني يتيم. تالت حاجة. A room at the top of a house. غرفة في أعلى المنزل. بنسميها إيه؟ مش هحلها، هسيبها لكم في الواجب. حد بيقول attic. A place with lots of houses and shops. مكان مليان منازل ومحلات وزحمة على طول. مين ده؟ سيب لكم الاتنين دول مع باقي الأسئلة اللي جاية. الأسئلة اللي جاية بأدوات استفهام. أول سؤال معانا. What food and drink does Heidi have؟ الطعام والشراب اللي كانت بتتناوله هايدي. حد فاكر؟ نستنى إجاباتكم في الكومنتس. 2. What are her hobbies in the mountains؟ ايه هوايتها في الجبال؟ لما كانت بتروح الجبال كانت بتحب تشوف ايه او تعمل ايه؟ 3. What do you think Heidi found difficult about moving to the city؟ من وجهة نظرك ليه هايدي، او ايه الصعوبات اللي واجهتها هايدي في المدينة؟ وده سؤال من وجهة نظرك، يعني ممكن نقول كانت حابة الريف عشان calm او quiet كان هادي. انا متعمد ما جاوبش الاسئلة عشان اشوف الاجابات في الكومنتس. يلا كده الفوكاب، اهم الكلمات. هنبدأ بالكانتريز. كانتريز اللي هي البلاد، اهم البلاد اللي اتذكرت. يلا كده نقراها وننطقها مع بعض ونذاكرها كويس. مين دي؟ طبعا اول حاجة ايجيبت. ايجيبت، ايجيبت اللي هي مصر. مروكو، مروكو طبعا اللي هي دولة المغرب الشقيقة. الصورة اللي بعدها عمان. عمان، عمان اللي هي دولة عمان، دولة عربية برضو. ساوث أفريكا، ساوث أفريكا اللي هي دولة جنوب أفريقيا، دولة أفريقية. ساوث أفريكا. فرانس، فرانس، فرانس اللي هي دولة فرنسا، دولة أوروبية. وعندنا آخر دولة كانت موجودة معانا اللي هي سويسلاند. سويسلاند اللي هي سويسرا، دولة برضو أوروبية. دي الست دول اللي كانوا موجودين معانا في الدرس التالت. ندخل على أهم الكلمات. أول كلمة معانا different. different، different يعني مختلف. happy، happy هواية. feel، feel يشعر. member، member يعني عضو في عائلة مثلا. important، important، important يعني مهم. story، story قصة. orphan، orphan، orphan يعني يتيم. mountain، mountains، mountains يعني جبال. goats، goats ماعز. sleep، sleep يعني ينام. attic يعني غرفة في السطوع. bread، bread خبز. cheese، cheese جبنة. pest، pest أفضل. birds، birds طيور. flower، flowers يعني أزهار. happy، happy سعيد. city، city مدينة. one day، one day يعني ذات يوم. arrive، arrive يعني يصل. sad، sad حزين. away يعني بعيد. lots of كثير من. lots of.
adventure adventures مغامرات adventures sheep sheep خروف room room غرفة top قمة place مكان shop محل learn learn يتعلم text يعني نص أو يرسل نص writing writing يعني كتابة آخر كلمة معنا speaking speaking اللي هو التحدث irregular verbs اللي هي الأفعال الشاذة الغير منتظمة نركز على المصدر والماضي منه التصريف التالت هيبقى علينا إن شاء الله السنة الجاية speak spoke يعني يتحدث spoken لو ما انتقلش عليكم نذاكر speak spoke think يفكر thought thought gh silent think thought thought take يأخذ took taken take took taken fly يطير أو يسافر flew flown feel feel يشعر felt felt see يرى saw seen see so seen know knew known يعرف put 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 يضع go went gone يعني يذهب go went gone sleep slept slept ينام sleep slept slept drink يشرب drank drunk drink drank drunk eat ate eaten يعني يأكل prepositions حروف الجر أول حرف جر موجود معانا في درسنا التالت والرابع help in يساعد في help in order يعني لكي تاخد حرف الجر to live with يعيش مع live with my family live in يجي بعدها place يعيش في embed في السرير embed embed in the mountains in the mountains يعني في أو in the mountain يعني في الجبل away from away from بعيدا عن at the top يعني في القمة at the top of opposites كلمة وعكسها كلمة وعكسها دي بتكتر برضو الحصيلة اللغوية عندنا سنة أولى أول حاجة معانا ask ask يسأل answer answer يعني يرد أو يجيب happy happy يعني سعيد عكسها unhappy أو sad sad يعني حزين true صحيح false يعني خطأ different 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 يعني مختلف different different يعني مختلف the same يعني نفس الشيء وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح الدرس الثالث والرابع انتظرونا ان شاء الله في الفيديو الاخير الدرس الخامس والسادس ونهاية يونت 1 مع تمنياتي بالتوفيق ودوام النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.